بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على ال 3D printer وال supply chain أو خطوط الإمداد. إيه هي ال 3D printer وإيه هي ال supply chain؟ ال 3D printer هي طابعة، بس بدل ما بتطبع ورق، لأ ده بتطبع أي موديل أنت عايزه 3D. يعني الخطوات بتتم إزاي؟ إن أنا بتخيل حاجة جوه العقل، وبعد كده بفتح أي برنامج من برامج النمذجة 3D. ممكن تفتح ريفيت، ممكن تفتح أركيكاد، ممكن تفتح سكتش اب، تفتح 3 دي ماكس. المهم هتعمل لي موديل 3 دي، وبعد كده بعد ما بتعمله بدخله على احد برامج ال 3 دي برينتر واقول له اطبع. ففي طبعه بتبدا تعمل حاجه ليارات 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 في بعض، تمام؟ وليكن مثلا هطبع الموبايل ده، فبتعمل لير تحت اللير اللي فوقيها اللير اللي فوقيها لحد ما تكون لي الشكل اللي انا عايزه. المايكرو دوت تبدا تعمل لير 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 لحد ما الشكل كله يكمل، وتلاقي الحاجة قدامك 3D، تمام. الإمارات عملت بيت كامل بالموضوع دوت، تمام. بساعات يعني ممكن يطبع حوائط ويبدأ يوصلها بريكاست، يبدأ يطبع أجزاء من البيت ويبدأ يوصلها ببعض. وفي شركة صينية قالت اتفقت مع الإمارات إنها تعمل 100 فيلا في 5 أيام، كله بقى بري كاست، والعمال بيجوا والحاجات موجودة، تك 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 ركب، خلاص الموضوع خلص. فمن التكنولوجيا القوية جدا ولازم الناس كلها تدخل فيها. ولو دورت على النت هتلاقي 3D print open source، يعني بتدخل بتلاقي ازاي تعمل 3D printer وازاي تركبها عندك في البيت. لو حد بيفهم في الهاردوير يقدر ان هو يشتري الاجزاء ويعملها ويبقى عنده الطبعة في البيت بشكلها في حاجة. لو انت عملتها بنفسك او استعنت بمهندس يكون بيفهم في التكنولوجيا وكده، حبايبنا بتوع الوصلات والتركيبات والحاجات ديت يقدروا يركبوها لك، تمام. ده 3D برينتر وله فوائد كتير جدا في المستقبل. يعني كان نورمان فوستر عايز يعمل مباني في القمر والمريخ وبره كوكب الأرض، فقال لك إن تكلفة إن أنت تطلع كيلو من المواد الخام اللي فوق هتكلف ملايين الدولارات. فاحنا ممكن نعمل حاجة ان احنا نطلع بس البرينتر ديت ونحطها هناك، ونستعين بالمواد الخام او اغلب المواد الخام المستخدم من ارضية الارض. او هبص المواد الخام الموجودة في المكان كذا، خلاص هبني، مش هقعد اجيب مواد خام من بره. طيب السبلاي تشين هي معناها الحاجة هتوصل لي امتى للموقع. يعني احنا شغالين مثلا في شركة مقاولات، ومفروض في شهر 3 هنبدأ نحط بقى ايه الواجهة الزجاج. طيب الحاجات دي ما جاتش، يوقف الشغل، واحنا شغالين محتاجين مسامير ونوع معين من المسامير مش موجود في صغر في مكان معين، بعتنا له احنا محتاجينها في شهر 4، ما جابهاش في 4، جابها في 7. فمن 4 لـ 7 الشغل واقف. طب جابها قبليها، جابها في شهر 1، يبقى انت محتاج مخزن، تضطر ان انت تدفع تكلفة مخزن جنب المكان بحيث تخزن فيه البضاعة دي. فلازم تكون دقيق جدا الحاجات اللي جابت. طيب في فكرة من ضمن الأفكار إن أنت يبقى عندك في قلب الموقع برينتر نظيفة تقدر تصن. البرينتر دي مش لازم تكون بلاستيك، يعني هو يقدر يطبع أي مواد حتى البلاستيك أو غير البلاستيك. فممكن تبقى موجودة معاك أي مادة، أي حاجة ناقصاك بتقول له اطبع، يروح طبعها لك، فتروح مديها للعامل يقول له اشتغل بيها على طول، تمام. دي من ضمن الأفكار اللي ممكن توفر وقت وتحل مشاكل بتحصل حقيقية أثناء الموقع. واحنا شغالين في الموقع ساعات حاجة بسيطة واقفة قدامك بس مش موجودة، تمام، فالشغل وقف. لا، بيبقى معايا البرنتر ديت، الشركة كلها فيها مثلا برنتر وموجود عند مثلا 20 موقع. الموقع اللي يعطل صنع الحاجة وبعتها له، صنع حاجة وبعتها له، صنع حاجة وبعتها له. وتقريبا كل العناصر موجودة على النت، أو تقدر تدخل تعمل لها موديل على أي برامج من برامج النمذجة وتقول له برنت، فتلاقي الحاجة موجودة قدامك. ده هيحل مشاكل كتير. مثلا ماسورة مثلا كنت أنت محتاجها فمش موجودة، فأخش أصممها وأقول له اطبع، فتبقى موجودة معايا، مفيش حاجة إن أنا اقعد اتحايل عليهم في ايطاليا واليونان بعتوا لنا الحاجه دي عشان احنا واقفين، ويقول لك لا اصل في حاجه طلبيه المفروض نبعتها والمشاكل اللي بتحصل ديت. ف يا ريت الناس تسبق، لان التكنولوجيا بدات تنتشر جدا
يعني خلاص تقريبا مبقاش في شركة في أوروبا غير لما يكون فيها البرنتر 3D. دلوقتي الدول العربية ممكن تقول الدولة كلها مثلا تلاقي فيها 3 4 برنترات 3D، لو انتشر هتلاقي الموضوع بقى أسهل في عملية البناء.